من ينادي أنا حاضر بنوادر أجدادي حكاية تنسى أبدا أبدا حكايات ضحكات وعظات هيا نشاهد هيا نرى كي نتعلم مما نرى قصص حلوة خيالية مع أمثال شعبية في الحكم أحلى الحكم الفأر الصغير وسبع الغابة القوي. كان يا مكان كانت حكاية تدور على كل لسان عن الفأر الصغير الذي خرج لإحضار ثمرة الصبار لوالدته المريضة. ها هو يعود إلى منزله والتعب قد أنهكه. والفأر الصغير ليس الشخصية الوحيدة في هذه الحكاية، فهناك الثعلب الماكر الذي صمم على التهام هذا الفأر المسكين المتعب من رحلته. وبما أن الثعلب له حاسة سمع قوية فقد شعر بوجود الفأر. هل سيتمكن من الإمساك به؟ أنت انتظر. هذا ثمر الصبار. انتظر. ليست لديك أي فرصة للهرب. هيا هيا أخرج أيها الفأر. من فضلك دعني أذهب. أرادت أمي المريضة أن تأكل الصبار حتى أني صرفت 3 أيام لإحضاره من الصحراء، فهي مريضة. هذه هي الحقيقة، إنها في الفراش منذ زمن طويل. أود أن أرضيها بشيء تحبه. لا تحاول خداعي، لا يهمني، فأنا شائع وأنت فأر شهي. لا لا لا، من فضلك اتركني. كف عن هرائك واستسلم. هيا تعال إلى هنا. تعال. تعال. لا. يا للحظ السيء. لكن هذا كان من حسن حظ الفأر الذي تمكن بأعجوبة من الهرب من الثعلب الماكر والعودة إلى منزله. من؟ أخي ماذا حدث لك؟ أنا آسفة جدا، سببت لك المتاعب وكل ذلك لأني طلبت منك ثمرة الصبار. أنا آسفة. إنه الثعلب، الثعلب. هكذا لقد عذبك إذن. أجل، التأم الجرح والآن هيا أرشدني إلى مكان الثعلب. ماذا؟ تركت الصبار يا أخي العزيز. هذا غير مهم، غير مهم. لماذا غير مهم؟ أخي ذهب إلى الصحراء وتعب في إحضار ثمرة الصبار، هذا هو المهم، أليس كذلك؟
قد يكون الثعلب هناك والثعلب ماكر يا ابنتي. لا تخافي، سأكون حذرة. هيا فلنذهب. لا لن تذهبي الآن، فلننتظر قليلا. ماذا تقول؟ الصبار الذي تكبدت من أجله المشاق سيجف إذا تركناه طويلا. ولكن ألا تريد أن تتحسن صحة أمك؟ طبعا أريد ذلك، ولكن يا لك من جبان، سأواجه الثعلب الدنيء بمفردي. انتظري، اطمئني يا أمي، سأرجعها، اعتمدي علي. كن حذرا يا بني. حسنا. وهكذا خرج الاثنان تاركين الأم قلقة. أختي أختي، أختي، وجدت ثمرة الصبار. ماذا؟ إنها تتحرك، غريب أمرها. إنها فعلا غريبة. أنت حقا سريعة، لقد تعبت كثيرا من الجري. انظر إليها. ما الأمر؟ إنها تتحرك. هل تمزحين؟ كيف يمكن أن يتحرك الصبار؟ أنت تتوهمين. لنمسكها لنمسكها. الفأران معا. واحد اثنان ثلاث. كنت أعلم أنك ستعود لتأخذ الثمرة. ها أيها الثعلب الخبيث الدنيء. انتظرا انتظرا. ومرة ثانية لحق الثعلب بغنيمته، فهل سينجو الفأر هذه المرة وينقذ أخته أيضا؟ ماذا حصل؟ ماذا جرى؟ جميل، ماذا تقول؟ هذا صحيح، إذا وقعت في مشكلة ما سآتي وسأنقذك، أعدك. ترد الجميل لي؟ أنا زعيم الحيوانات أيها الغبي، وماذا يمكن لحيوان ضئيل مثلك أن يفعل؟ أنا متأكد أنني أستطيع أن أخدمك، سأخدمك بطريقة ما. على كل حال لن يشبعني أكل مخلوق ضئيل مثل أختك هذه. هل سينسى الفأر هذا المعروف؟ وإن تذكره هل سيرد الجميل يوما ما؟ إنه زعيم الغابة، الآن أستطيع رد جميله. من هناك؟ أتينا لنخلصك. وفعلا رد الفأر لزعيم الغابة جميله،
إذ راح الفأر وأخته يقضمان الشبكة واستطاعا قطع الحبال بأسنانهما وإنقاذ أسد الغابة. أنا آسف، لم أظن أن مثلكما يستطيع أن ينقذ حياتي. ألم أعدك بأني سأرد جميلك؟ في الواقع سخرت منك وقلت ماذا يمكن أن يفعل لي مخلوق ضئيل مثلك. القوة ليست بالحجم الكبير أو الصغير، وإنما بالفعل الكريم. أجل، هيا بنا. شكرا لكما، شكرا، شكرا، إلى اللقاء. وعاد الفأر وأخته إلى المنزل تاركين زعيم الغابة فرحا بما حقق مخلوق ضئيل كالفأر. لقد وفى الفأر بوعده. عجل إلي بالجائزة. ماذا تعني؟ وعدتني بجائزة إذا أنقذ الفأر زعيم الغابة. إنه أمر مهم أن تفي وعدك له. وبما أنك قلت إن الفأر لن يتمكن من إنقاذ الأسد فأنا إذن كنت محقا. حسنا سأعطيك الجائزة. ماذا فعلت؟ هذا بدل الجائزة. ليس هذا عدلا، ليس هذا عدلا. نجوم ساعدنا أرجوك. تستحقان ذلك. ساعدنا أرجوك، ساعدنا. من ينادي؟ أنا حاضر بنوادي أجدادي، حكاية تنسى أبدا أبدا، حكايات ضحكات وعظات، هيا نشاهد هيا نرى كي نتعلم مما جرى. قصص حلوه